نعم، الآن في هذه اللحظات يتم الآن إخراج الجرحى من مدينة الفوعة مقابل إخراج الجرحى في مدينة الزبداني، وهذا نص الاتفاق الذي نص عليه جيش الفتح مع قوات النظام ضمن المفاوضات الأخيرة. تقوم الآن الهلال الأحمر، فرق الهلال الأحمر مع فرق الدفاع المدني السوري بإخراج هذه العوائل، هذه الجرحى مع اثنين أو مرافق أو مرافقين لهم. 380 جريح سيتم إخراجهم مقابل إخراج نفس العدد فيه من الزبداني، وذلك في إطار المفاوضات الأخيرة التي حدثت مع جيش الفتح. تقوم الآن فرق الإسعاف والدفاع المدني بإخراج هذه العوائل من مدينة الفوعة ليتم نقلهم إلى مشافي التركية، ومن ثم يتم إخراج الجرحى من الزبداني وإخراجهم إلى المشافي بيروت، ومن ثم نقلهم إلى تركيا. يعني في هذه اللحظات يصل الجرحى ضمن الباصات النقل بالتعاون مع منظمة الإيهاها التركية التي ساعدت في هذا المجال. يعني الآن يتم هذا الاتفاق ويتم إخراج الجرحى بمساعدة الدفاع الهلال الأحمر السوري، وإخراج بالإضافة إلى مساعدة كل من الفرق المدنية وبالتنسيق مع جيش الفتح. هذه الباصات تم إدخالها عن طريق منظمة الإيهاها التركية لنقل الجرحى إلى داخل تركيا. نعم، يبلغ عدد الباصات 15 باص وأيضا سيارات إسعاف. طبعا الحالات الحرجة التي تم إخراجها من الفوعة هي الحالات التي الغير مميتة والحالات التي لا تهدد الحياة. نعم، تقوم الآن أيضا فرق الحماية لهذه الباصات طبعا من جيش الفتح. يتم الآن جيش الفتح بإخراج هذه العوائل. طبعا هذه لكل جريح يمكن إدخال له مرافق أو مرافقين.